بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك عن قزعة أنه قال سمعت أبا سعيد رضي الله عنه أربعة قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. حاء حدثنا قوله أربعا سيأتينا إن شاء الله تعالى ما هي هذه الأربعة بعد كم حديث. نعم. حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. يعني لا يسافر الإنسان لمسجد يقصد المسجد له فضل إلا هذه المساجد 3. يعني ما يجوز إنسان يسافر من الكويت يقول أريد أن أصلي في مسجد قباء، سفري لمسجد قباء نقول لا يجوز، سفري لأصلي في مسجد مثلا محمد عبد الوهاب في قطر لا يجوز، أصلي في مسجد الراجحي مثلا السعودية لا يجوز، أصلي في مسجد عمر بن الخطاب في الجزائر لا يجوز. سفر للمسجد لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد الأقصى فقط، هذه التي يسافر لها لأن لها فضل، أما بقية المساجد فتتساوى بالفضل، ليس لأحدها فضل على آخر. نعم. لكن يجوز شد الرحال ليزور مريضا، يشد الرحال ليتعلم العلم، يشد الرحال لتجارة، هذا ما في بأس إن شاء الله تعالى، لكن القصد أن يشد الرحال لمقعة معينة، هذه المساجد 3 فقط. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. نعم. والمسجد الحرام الصلاة فيه 100 صلاة عن المسجد النبوي، يعني 100,000 صلاة. يعني الآن الذي ييسر الله له ويذهب إلى مكة شرفها الله ويصلي صلاة واحدة فقط في مكة، صلاة الظهر العصر المغرب والعشاء، عن 1,000,000 صلاة، صلاة واحدة. وذلك الثاني يحرص إذا ذهب إلى مكة أن يحرص يصلي هناك قدر ما يستطيع، يعني بعض الناس صدي ردي على طول ابقى هناك شوية، صلاة بمليون يشتبه أكثر من تذيها، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. إذا الصلاة الواحدة 100,000، والله تبارك وتعالى لما فرض علينا الصلاة فرض 50 صلاة ثم صار يخففها يطلب منه النبي حتى صارت 5 صلوات، لكن 5 صلوات في الأداء وفي الأجر 50، 5 صلوات في الأداء، نحن نصلي اليوم نصلي 5 صلوات في اليوم، لكن الله يكتب لنا أجر 50 صلاة لأن فرضها أولا 50 صلاة. فالظهر إذا صليناها صلينا 10 صلوات، وإذا صلينا العصر صلينا 10 صلوات هنا في هذا المسجد، في كل مسجد بل حتى في البيت إذا صلينا صلاة فهي ب10 صلوات. فإذا كانت في المسجد الحرام هي 100,000، 100,000 في 10 مليون، صلاة الواحدة في المسجد الحرام عن 1,000,000 صلاة في غيره من المساجد. أما في المسجد النبوي فالصلاة 1,000، إذن 10,000 صلاة واحدة في المسجد النبوي. نعم. قال رحمه الله باب مسجد قباء. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصلي من الضحى إلا في 2 يوم يقدم بمكة، فإنه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ثم يصلي 2 خلف المقام، ويوم يأتي مسجد قباء فإنه كان يأتيه كل سبت، فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه. قال وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا. قال وكان يقول إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون، ولا أمنع أحدا أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار غير أن لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها. باب من أتى مسجد قباء كل سبت. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا،
وكان عبد الله رضي الله عنه يفعله. باب إتيان مسجد قباء ماشيا وراكبا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا. زاد ابن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع فيصلي فيه ركعتين. نعم، مسجد قباء هو أول مسجد يعني أسس في المدينة، مسجد أسس من أول يوم أحق أن تقوم فيه هو مسجد قباء، أول مسجد أسس في المدينة مسجد قباء، أول مسجد بناه المسلمون هو مسجد قباء. وهذا المسجد يعني له فضل، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في مسجد قباء فكأنما عمره، يعني عن عمره، مسجد صلاة في مسجد قباء عن عمره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص أن يصلي فيه يوم السبت، فإن حصل لك تصلي فيه يوم السبت طيب، ما حصل في أي يوم إن شاء الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: باب فضل ما بين القبر والمنبر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. ومن هذا استحب أهل العلم أن يصلي الإنسان في هذا المكان، في الروضة بين المنبر وبيت النبي صلى الله عليه وسلم، والآن هي بين المنبر وقبر النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم روى هذا الحديث قال ما بين قبري ومنبري، هذا خطأ لأن قبره ما كان موجودا صلى الله عليه وسلم، وإنما قال ما بين بيتي ومنبري، وقبره جاء بعد لكن دفن في بيته صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد باب مسجد بيت المقدس. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك قال سمعت قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم. هي الأربع السابقة اللي مرت بنا. نعم. فأعجبني وآنقني قال لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي. نعم، هذه المساجد الثلاثة هي أفضل المساجد على وجه الأرض، المسجد الحرام، مسجد النبوي، أولها المسجد الحرام أولها بناء، بعده بأربعين سنة بني المسجد الأقصى، ثم بعده بسنوات كثيرة بني المسجد النبوي. والمسجد الأقصى لم يثبت في فضله يعني شيء إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وجاء فيه كذلك الاعتكاف، أنه الاعتكاف في هذه المساجد الثلاثة: المسجد النبوي، المسجد الحرام، المسجد الأقصى. وأما الأحاديث الواردة في فضل المسجد الأقصى وأن الصلاة فيه بخمسمائة صلاة أو بمائتين وخمسين صلاة فأحاديث مختلف في صحتها، والأقرب أنها لا تصح، لا يصح منها شيء. لكن على كل حال هو ثالث مسجد على وجه الأرض في فضله، ولا يقال عنه حرم. البعض يقول ثالث الحرمين، هذا خطأ، ليس بحرم، والحرم هو ما يحرم الصيد فيه والتقاط لقطته، هذا ليس بحرم المسجد الأقصى، لكنه أفضل المساجد بعد المسجد النبوي والمسجد الحرام اللي هو مكة. نعم.